كبير مفاوضي بريكزيت في الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنيه وصل إلى بريطانيا لعقد اجتماع آخر مع نظيره البريطاني ديفيد فروست ضمن سلسلة الاجتماعات التي تهدف للخروج باتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، فيما تستعد المملكة المتحدة لانفصالها النهائي عن الكتلة خلال أقل من شهر. المحادثات التي سيعقدها الجانبان كانت مقررة في منتصف الشهر الماضي، حيث تستدعي الاتفاق النهائي مصادقة النواب في بريطانيا والاتحاد الأوروبي عليه قبل نهاية العام. ودون إحراز تقدم بين الفريقين الذين يقودهما بارنيه وفروست، إلا أن هذه المرة قال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي أنهم يأملون في التوصل إلى اتفاق تجاري مع بريطانيا بحلول نهاية الأسبوع الحالي. ويظل الجانبان عالقين في قضايا محورية منها حل النزاعات المستقبلية وبنود التنافس العادل، وهي المعايير التي ينبغي للمملكة المتحدة الالتزام بها للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي. وتركت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في بداية العام الجاري، لكنها ظلت جزءا من مظلته الاقتصادية الموحدة خلال فترة انتقالية لمدة 11 شهرا، فيما حاول الجانبان التفاوض على اتفاق جديد للتجارة الحرة يدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير المقبل.